السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الوهاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الوهاب، جعل الجماعة نجاة والفرقة سببا للعذاب، وأمر سبحانه بوحدة الصف وجمع الكلمة والائتلاف، ونهى عن كل ما يحدث التفرق والاختلاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نرجو وإياه نخاف، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أمر بالتعاون والاجتماع، ونهى عن التنافر والنزاع، فجمع الله به القلوب وأصلح به الأحوال. أمره بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى بطاعته والتزام شرعه وحفظ حدوده، لتكونوا من المصلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وإن من حفظ حدود الله تعالى عدم صرف شيء من العبادات لغير الله. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن كان من أهل التوحيد كان من أهل الهداية، وكانت له النجاة والعاقبة الحميدة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه مقرراً شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، ولا تدعو مع الله إلهاً آخر، لا إله إلا هو،
كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كما قرر جل وعلا شهادة الرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله محمد رسول الله، وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. هذه الشهادة تقتضي تصديق أخباره وطاعة أمره واجتناب مناهيه، وألا نعبد الله إلا بما جاء به. وإن مما جاء به صلى الله عليه وسلم إقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة وإيتاء الزكاة، فيدفع الغني جزءاً يسيراً من ماله مواساةً لإخوانه الفقراء وإسهاماً في المنافع العامة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومما أمر الله سبحانه به صيام شهر رمضان. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومما أمر الله به حج بيته الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه هي أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حجاج بيت الله الحرام، لقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم